زراعة السمك. أول حاجة في العنوان، ولو حد سألني أو شاف الصور يستغرب جدا زي ما أنا حصل لي صدمة واستغرب. السمك بيتزرع. لما رجعت وبحثت لقيت إن في قبيلة من القبائل المغربية منذ أكثر من 3 قرون وهم بيزرعوا السردين، بالتحديد السردين المغربي. السردين اللي معروف في العالم كامل ان هو من اجود انواع السردين في العالم هو السردين المغربي، رقم 1 في العالم، والدولة الاولى في العالم في تصدير السردين هي المغرب. ولكن لما بحثت حبيت اعرف علاش بيزرعوا السردين، وبالاخص بيزرعوه مع الخضروات. هل بيطلع سمك ولا ايه سبب زراعة السردين؟ واللي بعد أكتر من 3 قرون أو 3 قرون ونص اكتشفوا العلماء إن زراعة الأسماك مع الخضروات تزيد من إنتاجها ومن جودة الثمار. إن السردين بالتحديد في مواد صالحة تفيد الأراضي الزراعية. بعد ما كانوا الناس بيتريقوا على قبيلة كبدانة، قبيلة كبدانة المغربية لو بنطقها صح قولولي، واللي عنده معلومة عن هذه القبيلة ياريت يكتبها لنا في التعليقات. قبيلة مغربية بدأت بزراعة السردين المغربي أو الأسماك مع البطاطس تحديدا، وكان أحد رجال هذه القبيلة قديما حط السردين أو السمك مع البطاطس، فوجد ان ثمار البطاطس طلعت بسرعة، وقت اسرع، طلعت بجودة اعلى، طلعت ناضقة، وزاد عدد المحصول والثمار ديال المحصول دياله عن اي سنة قبل كده. ولكن وقتها للأسف الشديد الناس خدت الموضوع باستهزاء وضحك، لحد ما جم العلماء الاوروبيين واكتشفوا من 3-4 سنين ان زراعة الاسماك مع الخضروات تزيد من الانتاج وتطلع جودة ممتازة. دايما الحاجة اللي احنا نبتكرها او نكتشفها كعرب او كدول عربية او افريقية تتاخد باستهزاء للأسف الشديد، الى ان يأخذ الأوروبيين الموضوع تحت المجهر ويبحثوا عليه ويلاقوا فعلا إن النتائج دياله 100%. ساعتها نقول آه جدودنا كانوا صح، ناسنا كانوا صح، إحنا كنا صح. في النهاية اللي حابب أوصله والرسالة اللي حابب أقولها في هذا الفيديو إن يا جماعة مهما كان الفكرة بسيطة، مهما كانت الفكرة بسيطة، شوف النتيجة ديالها، شوف نتيجتها وبعدين قيمها. حتى لو فكرتك عمرك ما تستهون بحد وعمرك ما تستهزأ بحد. اهو دابا اللي كنا بنضحك عليهم اثبتوا لنا ان كلامهم هم الصح، واحنا اللي خصوهم يضحكوا علينا. صافي، تحية لكل القبائل المغربية ولكل الشعب المغربي من طنجة للجويرة، وتحية خاصة لقبيلة كبدانة اللي زرعت السمك وهي أول حد اكتشف أن زراعة الأسماك تساعد في زيادة الإنتاج من المحاصيل الزراعية خاصة الخضروات. وكمان اكتشفوا إن الأسماك والسردين المغربي تحديدا في مواد مفيدة جدا لزيادة خصوبة الأراضي الزراعية. تحية ليكم وتحية لكل المغاربة فين ما كانوا.